أول شيء أكيد بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بدبي، أحلى بلد بالنسبة لألي، البلد يلي بتجمع كل الناس وكل الجنسيات وكل شخص بحب يفتح بزنس. It's the place. بتمنى للبيوتي كلينيك توفي أكيد بالسنة الجديدة لأنه قربنا على السنة الجديدة، بتمنى أنه الناس تحب الشغل وبتمنى أني كمان زورهم وأنا اكتشف شو عندهم إشياء جديدة.